صباح جديد، حركات جداد. جوج الحوايج ما كنساوهمش: كنشربوا الماء مزيان وكنقوموا بحركات سخينيه قبل ما نبداو لي زيكزارسيس ديالنا. الحصه ديال اليوم غيكون عندنا ان توتال بودي ورك اوت. نشوفوا لي موفمون اللي وجدنا. لو موفمون الاول غادي يكون دي شولدر بريس. الوغ غادي نجيب عندي لي بغا هنايا، من بعد غادي ندفع الفوق. اون فوا ندفع غادي ندور لو بوا هنا وغادي نرجع نهبط. ديما جر عندي هنايا، كندفع الفوق، كنطلع، كندور لي بوا هنا، كنعاود نرجع. اون فوا نشد لو موفمون مزيان غادي نبدا نديرو رابيد. ديما كنبلوكي او نيفو ديال لي زيبول، كندفع الفوق، كيدور لو بوا، كنعاود نرجع هنايا نهبط. نحاول هنايا ندير دي ريبيتيسيون ونعاودهم واحد 4 المرات. غادي نرجع هنايا، غادي يكون هذا هو الموفمون الاول. نشوفوا الموفمون الثاني. لو موفمون الثاني غادي نهبط هنايا اون بوزيسيون دو غيناج، نزير لو فونتر ديالي مزيان، غادي نبدا ندير ان تيراج. نجر عندي مره ا دووات مره ا غوش. نحاول فاش كنكون نخدم ما نحركش لو براسان بزاف. بزاف الناس فاش كيكونوا يخدموا هاد لي زيكزارسيس كيبقاو يمشيو بلو باسا مره هنايا مره هنا، لا هكا ما كنكونش كنخدم لي زابدو ديالي مزيان. الوغ نحاول نكونتراكتي لو دو ديالي مزيان لي زابدو ونبدا نجر عندي لو بوا هنايا. غادي نطلع هنايا، اون فوا غادي نرجع، نحاول هنايا ندير واحد 10 ادغوات 10 اغوش، نعاودهم 4 المرات كيف غادي ندير في لي سيري ديال لي زيكزارسيس الاولين. ندوز دابا نشوفو ليكزارسيس الاخر. ليكزارسيس الاخر غنخلي معايا ديما لي بوا. الو غادي نهبط هنايا، اون فوا نقاد لا بوزيسيون ديالي مزيان، نحس بالظهر ديالي لاصق مزيان، غادي نسرح لي دو جامب هنا، غادي نبدا نيكارتي وكنرجع. حيت كيف قلنا هذا ان توتال بودي ورك اوت، غنخدمو لو كور ديالنا كامل. الوغ غادي نمشيو نخدمو كاع لي بارتي ديال لو كور. هنايا نحاولو نعاودو نديرو واحد دي ريبيتيسيون. اون فوا نسالي غادي نرجع هنا، غيكون هدا هو ليكزارسيس الأخير. ندوزو النصائح. كيف قلنا اليوم كان عندنا ان توتال بودي ورك اوت، الوغ خدمنا كاع لي بارتي ديال لو كور ديالنا. حاولنا نخدمو دي موفمون ستاتيك، دي موفمون اللي كنا تحركنا فيهم. داكشي علاش نبغيكم في لي سيري تردو البال. كيف قلت لكم كل تمرين غادي نديرو فيه 4 ديال لي سيري، وغادي نعاودو كل تمرين 10 ديال المرات، باش هكا يلا اون طاب لو ميسكل ونخدمو مزيان. ما نطولش عليكم، نتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقه ديال اليوم. نشوفكم غدا ان شاء الله، بالسلامه.